على هامش رالي المغرب للسيارات الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مدينة أغادير، أقيمت أنشطة ثقافية وفنية برز فيها دور لناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ركزت على بعض جوانب المجتمع المغربي التراثية والموسيقية. موفدنا عبد العالي النملي حضر بعض تلك الفعاليات. على هدير سمفونيات محركات السيارات والدراجات النارية جرت فعاليات النسخة 22 من رالي المغرب. مدينة أغادير واسطة عقد خارطة المغرب شكلت محطة انطلاق السباقات وعتبة نحو الأقاليم الصحراوية على طول المحيط الأطلسي. مسار السباق شمل كلا من مدينتي طنطان والعيون. لقد كان بالتأكيد يوماً صعباً على الجميع، وقد أدينا عملاً رائعاً رغم مشقته ورغم المشاكل التي تعرضت لها إطارات السيارات عدة مرات خلال السباق. لقد تعرضت إطارات سيارتنا لبعض المشاكل، وكنا نتصدر السباق حتى آخر مرحلة عندما تعطل أحد الإطارات وتأخرنا في تبديله بسبب مشكلة بسيطة استغرقت بضع دقائق، ثم تابعنا السباق. أيضاً لجأ رالي المغرب في نسخة هذا العام على إقحام المؤثرين العالميين من كل من بريطانيا وأمريكا والمغرب، إلى جانب المنابر الإعلامية السمعية البصرية المحلية والعالمية. هذه أول مرة أزور فيها المغرب، وعلي الاعتراف بأنها سحرتني. فالناس والطقس والسباق، كل شيء كان رائعا، وجو الإثارة هنا لا يصدق. أنا هنا لأستمتع بكل ما هو موجود في المغرب، وخاصة سباق السيارات الذي كان رائعا، وطرق سير السباق، كلها أشياء مثيرة. المؤثرون القادمون هنا لمرافقة رالي المغرب هنا بمدينة أغادير لم يفوتوا الفرصة في زيارة متحف الأرغانا. هذا المتحف الموجود هنا بمنطقة تاغزوت والتي تبعد عن مدينة أغادير بنحو 20 كيلومتر. صراحة هذا الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تعرف الآن لدى الجميع بعالم الديجيتال، أصبح غالبية الناس يقبلون على التجارب الذاتية الواقعية في لحظة وقوعها. لذلك لجأ المنظمون إلى الاعتماد على المؤثرين في هذا الحدث العالمي لمدينة أغادير. لقد أمضينا أوقاتا جميلة في المغرب. جئنا هنا إلى طرجنت لنتعلم الطبخ واللباس والثقافة الجميلة. من الرائع جدا أن أدعى إلى هنا وأطلع على التقاليد والملابس الشعبية وكل ما هو موجود هنا وما يشبه ثقافتي، خاصة ما يتعلق بزيت الزيتون، حيث استمتعت بالإحساس بأجواء مدينة أغادير وأتطلع للحفلة الليلة. رالي المغرب الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الصحراوية اكتسى إلى جانب طابعه الرياضي طبعاً ثقافياً، تمثل في إقامة مهرجان للموسيقى أقيم على خشبة مسرح ساحة الأمل في مدينة أغادير. مهرجان غنائي قدم فيه ثلة من نجوم المغرب وإفريقيا أجمل ما لديهم من أغاني ذات إيقاعات عالمية تنهل من الثقافة المحلية، ما جعل المهرجان
يحظى بإقبال جماهيري كبير. مشاركة زوينة بالنسبة لي بزاف، أول مشاركة لي، والحمد لله كنتمنى تكون مشاركة أخرى جاية في الطريق. وفي نفس الوقت كنشكر كاع القائمين على هذا المهرجان وعلى هذا الرالي دو ماروك، فشي حاجه اللي مشرفه لينا احنا كمغاربه. لي الشرف ولونور بس نكون بارمي، بس نكون من ضمن الناس اللي غيكونوا مشاركين. وثاني حاجه هو انني غادي نمثل مدينتي اللي هي اكادير، و كنتمنى بس نعطي كل شيء ان شاء الله اليوم ويدوز كل شيء بخير ان شاء الله. حتى الحضور الثاني ديالي في غالي دو ماروك كان الحضور ديالي في مدينه فاس، ولكن هذا بعد الزخم ولا بعد الحضور بحال هكا يعني ما كانش من قبل. كنتمنى انها تكون بدايه زوينه ديال الفيستيفال اللي يكون كل سنه في مدينه اكادير. كاين موازين في الرباط، كاين بولفار في كازا، دابا كنتمنى ان شاء الله ان هذا يكون مهرجان ديال اكادير. ويظل اعتماد اللجنة التنظيمية لرالي المغرب على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي صيغة جديدة في مواكبة زمن عالم الديجيتال، من أجل إعطاء إشعاع أكبر لرياضة المحركات والثقافة على حد سواء. عبد العالي النملي، سكاي نيوز عربية، مدينة أكادير، المغرب.